بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو سعيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم توضيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في عدة مواضع: أو الصحابي بأبي أنت وأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمعناه أنه يفديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا من محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقدمون محبته على محبة آبائهم وأمهاتهم، بل وعلى أنفسهم وعلى محبة أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا فيه شدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في رده على من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أرجو أن تشرحوا هذا الحديث وما معناه، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني من طال به العمر فإنه سيرى وقوع الاختلاف بين الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما تأخر الزمان كثر الاختلاف. ولكن ماذا يعالج هذا الاختلاف؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا يعالج، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: رجل توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين ولم يحدث، فهل له أن يصلي بالمسح أم عليه أن يتوضأ للصلاة؟ لا يصلي بعد الخلع، لا يصلي وقد مسح على الخفين، لأنه خلع الممسوح عليه وظهرت الرجلان فبطل وضوءه، لأن الرخصة زال محلها. نعم. أحسن الله إليكم. للسائل عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصح إسلام أو إيمان من يصلي ويصوم وهو متشكك في صحة الإسلام لأسباب عديدة، وإنما يؤدي الفرائض ولسان حاله يقول: إذا صدقت رسالة الإسلام فها أنا قد أديت بعض ما علي، وإن لم تصح ولم يكن هناك دين ولا حساب فلن أخسر شيئا. هذا إن كان يقول هذا من باب الشك والوسواس، إن كان يقوله من باب الوسواس فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والوسواس إذا حاك في النفس ولم يتكلم به أو يعمل به إنه لا يضره، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن كان هذا من باب الوسواس عليه أن يرفضه ولا يتكلم به ولا يعمل به، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنه إن شاء الله. ما إن كان هذا ليس من باب الوسواس وإنما هو شك في قلبه وفي عقيدته، فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله ويبطل إيمانه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذي عنده ريب هذا ليس بمؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: ما هو الخوف المحمود وما هو الخوف المذموم؟ مأجورين. الخوف المحمود هو الذي يحمل على طاعة الله جل وعلا ويمنع الإنسان من المعاصي خوفا من الله، يعمل الطاعات رجاء لرحمة الله ويترك المعاصي خوفا من الله. أما الخوف المذموم فهو الخوف الذي معه قنوط من رحمة الله، معه قنوط من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو الخوف المذموم الذي معه قنوط من رحمة الله ويأس من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عمار يقول: من به سلس البول هل يتوضأ لكل صلاة، علما بأنه ينقطع بعد التبول نهائيا بعد نصف ساعة، وكيف يتعامل مع الصلاة؟ إذا كان خروج البول مستمرا معه فهذا حدثه دائم، فيستنجي ويعمل شيئا يمنع تسرب البول ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه بول أثناء الصلاة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان تسرب البول أو خروج البول ليس دائما وإنما هو في فترات، فإنه يصلي في الفترة، توضأ ويصلي في الفترة التي توقف فيها البول. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد العزيز يقول: عندي أخ لا يصلي ولا يصوم، هل أصله وما واجبي نحوه؟ الذي لا يصلي ولا يصوم هذا ليس بمسلم، الذي لا يصلي هذا ليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال تعالى: ما سلككم في سقر، يعني النار ويعني الكفار الذين دخلوا النار، قالوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى في الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فتارك الصلاة متعمدا كافر، كفرا يخرجه من الملة. وتارك الزكاة إذا كان جاحدا لوجوبها فإنه يكفر أيضا، ما إن كان بخلا بها مع اعترافه بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا ويلزم بدفعها، لأنها حق للمساكين، للفقراء والمساكين، تؤخذ منه قهرا وتوضع في مواضعها الشرعية ولا يترك لا يزكي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل من حج مفردا يجزئه الحج عن حجة العمر؟ لأنني سمعت بأن الحج للمتمتع والقارن أكثر أجرا. نعم، الحج للمتمتع والقارن أكثر أجرا، ولو حج مفردا أجزأه ذلك عن فريضة الإسلام، تبقى عليه العمرة، يأتي بها في وقت آخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ يوسف، ما رأي الشيخ حفظه الله في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب مع توضيح المسألة بالدليل؟ لأن هناك من يتعلق ببعض كلام أهل العلم السابقين بجواز القراءة جماعة، وهل هناك ضابط للقراءة الجماعية؟ لم يقل أحد فيما أعلم من أهل العلم المعتمدين بجواز القراءة الجماعية، وإنما هذا من البدع والمحدثات، وكل يقرأ منفردا بنفسه عن الآخر. نعم. الأخت السائلة تقول: ما هي الأشهر الحرم؟ وإذا عملت المرأة عمرة في رمضان وأرادت بذلك الحج، فهل عليها دم أم لا؟ إذا اعتمرت في رمضان ثم حجت من عامها فهي ليست متمتعة، لأنها أدت العمرة في غير أشهر الحج، إنما المتمتع من جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج وفي عام واحد. نعم. هذا السائل يقول: أوصى أبي ببناء مسجد من ماله، فهل يعد ذلك من الصدقة الجارية له بعد موته؟ نعم، يكون هذا المسجد وقفا، والوقف هو الصدقة الجارية له بعد موته، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. نعم. يقول السائل: يا شيخ، بعض الأيام يحصل غبار عظيم ورياح شديدة، فما حكم سب هذه الغبار أو الريح؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، لأن الريح بأمر الله سبحانه وتعالى، فمن سبها فقد سب ربها ومدبرها، لا يجوز سب الريح، ولكن يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا أقبلت الريح، يدعو أن يرزقه الله من خيرها وأن يكفيها أو يدفع عنه شرها. نعم. هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها بحيث يكون مشابها لشعر الرجل؟ نعوذ بالله، هذا تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله
عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فهذا لا يجوز للمرأة أن تقص شعرها حتى يصبح كشعر الرجل أو كرأس الرجل. نعم. هذه سائلة تقول: أختي تزوجت وبقيت مع زوجها ما يقارب من شهرين ولكنها لم تطيقه، هل لأختي أو للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم تحب هذا الرجل؟ نعم، هي أولا تصبر لعل الله أن يزيل ما في نفسها من الكراهة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإن رأت أنها استمر مع البغض لهذا الرجل وأنها لا تتطابق معه فلها أن تطلب الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصيام عاشوراء ماذا يكفر من الأيام وما الأفضل في صيامه، وإن صام المسلم الشهر كاملا من بدايته وحتى نهايته؟ صيام يوم عاشوراء ورد في الحديث أنه يكفر السنة التي قبله، يعني يكفر الذنوب الصغائر التي حصلت في السنة التي قبله، هكذا ورد في الحديث الصحيح. فيه فضل عظيم وهو سنة مؤكدة صامه موسى عليه السلام وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكن أمر بصوم يوم قبله مخالفة لليهود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الفتوى تختلف من بلد إلى آخر، وما الضابط في ذلك؟ مأجورين. الفتوى لا تختلف من بلد إلى آخر، وإنما تختلف باختلاف المفتين ومبلغهم من العلم، قد يظهر لأحدهم ما لم يظهر للآخر من الأدلة، فهذا وجه اختلاف الفتوى نظرا لاختلاف مدارك المفتين، وكل يفتي بما توصل إليه علمه، ولكن إذا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى الدليل، فمن كان معه الدليل فإنه يؤخذ بفتواه، ومن خالفت فتواه الدليل فهي خطأ ولا يجوز العمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، لنا أقارب يكون عندهم مناسبات وزواجات في القصور، وفي بعض الأيام أو في بعض الزواجات يكون هناك مخالفات، فما حكم حضور هذه المناسبات؟ مأجورين. المناسبات التي فيها منكرات لا يجوز حضورها إلا لمن يقدر على إزالة المنكر، إن كان يقدر على إنكار المنكر وإزالته فإنه يجب عليه الحضور وإجابة الدعوة، ومن كان لا يقدر على ذلك ولا يقبل منه فلا يحضرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، نلحظ في هذا الزمان من بعض ممن عليهم سمات الخير كثرة اللعن للسيارة أو الجار أو الابن، حدثونا عن هذا السؤال، وهل من كلمة توضحون فيه عظيم الشأن لهذا الموضوع؟ اللعن كلمة قبيحة ولا يجوز أن تطلق إلا على من يستحقها من الكفار والمنافقين، أما المؤمن فلا يجوز لعنه، ولا يجوز لعن الدابة ولعن السيارة ولعن المسكن والبقاع، لا يجوز لعنه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فاللعن إذا كان الإنسان يتفوه به من غير سبب شرعي فإنه يدل على نقص الإيمان وهو ضرر على الملعون، قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم، فلا يجوز أن يلعن أخاه المسلم أو يلعن السيارة التي هي رحلته وملكه، ولا يجوز أن يلعن شيئا إلا من لعنه الله ورسوله. نعم. هذا السائل سين عين من جازان يقول: بنت رضعت معي أكثر من 5 رضعات، هل هذه البنت تكون محرما لي ولإخوتي؟ بلا شك أنها إذا رضعت أنت وإياها من امرأة أكثر من 5 رضعات أو 5 رضعات، هذا الحد الفاصل، فأكثر فإنها تكون، وكان هذا في الحولين، هذا في الحولين، فإن هذا ينشر الحرمة وتكون أخا لها من الرضاع ومحرما لها. قال تعالى: وأخواتكم، لما ذكر المحرمات قال: وأخواتكم من الرضاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الترضي عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، هل هو بصيغة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نعم، بصيغة رضي الله عنهم، وإذا زدت وأرضاهم فهذا طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أكمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث من صلى 4 قبل العصر بني له بيت في الجنة، متى تكون هذه 4 مأجورين؟ بعد دخول وقت العصر،
بعد دخول وقت العصر، وعلامة ذلك الأذان، إذا أذن العصر تصلي هذه الأربع قبل الإقامة. نعم. يقول هذا السائل فهد: أنا طالب جامعي ومقيم في الإقامة الجامعية التي تبعد عن البيت 120 كيلومتر، وأمكث فيها شهرين، فهل أقصر أم لا؟ وكم مدة القصر؟ والسلام عليكم. لا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأنك لست مسافر، لست بمسافر. انقطاع السفر بإقامتك الطويلة، من نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له القصر لأنه أصبح مقيما. نعم. هذا الأخ زايد يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تيمم من ضربتين؟ نعم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم ضربتان، تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. ولكن الحديث الذي أصح منه أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربة واحدة قسمها بين وجهه وكفيه، وهذا هو الأرجح والأصح، ومن تيمم بضربتين جاز له ذلك. نعم. هذا الأخ السائل يقول في الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هل هذا يعني أن من يطبق أركان الإيمان ويعمل الصالحات يدخل جنة الفردوس؟ نعم، هذا نص الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس هو أعلى الجنة، وسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول: هل تجوز العمرة بالدين؟ أنا لي مرتب شهري وأؤدي العمرة عن طريق مكتب سفر، عندي نصف المبلغ، هل يجوز لي أن أذهب معه وأسدد له الباقي بعد أن أرجع من العمرة؟ الجواز يجوز، إذا كان عندك سداد يجوز هذا، ولكن هذا تكلف. إذا لم يكن عندك المبلغ كاملا يغطي نفقتك في سفرك ورجوعك، الأولى لا تعتمد. نعم. يسأل أيضا عن التنفل بين المغربين، هل هذا وارد يا شيخ؟ نعم، ورد فضل الصلاة بين المغرب والعشاء والإكثار منها، لأنها من صلاة الليل، لأنها من صلاة الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت مريم تقول في سؤالها: هل محبة أحد الصحابة أكثر من الآخرين مع اعتقاد فضلهم جميعا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ حب الصحابة هذا من الإيمان، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ناصروه وآووه وجاهدوا معه، تحملوا عنه الشريعة وبلغوها لنا، وجاهدوا في سبيل الله، فتحوا المشارق والمغارب ونشروا الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم دين وبغضهم نفاق، وهم يتفاضلون بلا شك. أبو بكر هو أفضلهم وأكثرهم محبة، وكذلك الخلفاء، بقية الخلفاء، وكذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة، فلا شك أن فضلهم يتفاوت، وتتفاوت محبتهم بحسب ذلك، لكن كلهم يشتركون في وجوب محبتهم لله عز وجل وفي الله. نعم. أخيرا يسأل هذا السائل يا شيخ يقول: من صلى 12 ركعة من غير فريضة بنى الله له بيت في الجنة إلى آخر الحديث، ما هذه الركعات ومتى وقتها؟ لا أعرف هذا الحديث، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 12 ركعة ويوتر 13، أو يصلي 10 ويوتر بواحدة، هذا في صلاة الليل. وإذا فاتته صلاة الليل قضاها من النهار وشفعها فتصير 12. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء، والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء مع أسئلتكم واستفساراتكم، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.